ابراهيم فزعت الحمد لله رب العالمين. بس فضل لعيبك والجمهور اللي عم يدعينا بسوريا كان يحكي بالقلبك، كان لازم افضل من هيك، بس الحمد لله كان هدفنا نشجع ناسنا بسوريا، اهلنا والجماهير اللي اجت 11 دول 12 الراس، بس الحمد لله هي هلا ملحق. في عندنا هسه مباراة فاصلة ان شاء الله بنجيبها ومنتهى ان شاء الله، كرمنا ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك يا بارو، الله يوفقك، مشكور جدا جدا.